اهلا بحضراتكم من جديد. بكره مباراه مهمه جدا للنادي الاهلي مع سموحه في الدوري العام. على فكره الاهلي هيلعب يوم الثلاث، هيسافر يوم الاربع، عنده مباراه مع يانج افريكانز يوم السبت اللي جاي الساعه 9 بتوقيت القاهره، ومباراه هيديرها طاقم حكام من موريتانيا، يرجع عنده مباراه يوم الاربع مع زد، بعدها بيومين هيلعب مباراه مع شباب بلوزداد، فكل 72 ساعه مباراه الفتره اللي جايه. عندي كلام كتير على مباراه سموحه، ابرز الغيابات، في لعيبه بالتاكيد كانت موجوده في ماتش ميدياما مش هتكون موجوده في ماتش سموحه، الجهاز الفني بيفكر ازاي، في اخبار، في شائعات كتيره حوالين بعض اللاعبين، كل ده بالتاكيد هتكلم عليه النهارده في سياق الحلقه. ولكن دلوقتي معايا مداخله مهمه جدا، لان خبر بارز على السوشيال ميديا ظهر في الساعات الاخيره بخصوص استقرار لجنه الحكام على اختيار طواقم حكام من مصر لاداره مباريات كاس السوبر للانديه الابطال اللي هتقام باذن الله في الامارات العربيه المتحده نهايه شهر ديسمبر المقبل. على الهاتف دلوقتي معايا الكابتن محمد فاروق الحكم الدولي السابق ونائب رئيس لجنة الحكام. كابتن فاروق مساء الفل، أهلا بحضرتك عبر شاشة قناة الأهلي. يا جمال يا حبيبي ومنور الدنيا كلها، أخبار حضرتك إيه؟ يا رب تكون بخير. الحمد لله تمام والله يا رب دايما. طيب أولا خبر اختيار طواقم حكام من مصر لإدارة مباريات كأس السوبر، أكيد خبر مهم جدا، يمكن بعض المواقع نشرته في الساعات الأخيرة، ولكن محتاجين نتأكد من حضرتك صحة هذه الأخبار، ومتى يتم الاستقرار على الطواقم اللي هتدير هذه المباريات ان شاء الله نهايه الشهر القادم؟ طبعا يا كابتن، من الطبيعي طبعا بعد نجاحات الحكام المصريين في اداره المباريات الصعبه، سواء المؤهله سواء الموجوده في تصفيات كاس العالم او بطوله افريقيا، فطبعا اكيد هنروح للحكام المصريين استكمالا للنجاحات اللي يحققوها على المستوى الدولي. ويتم الاختيار يعني في خلال اسبوع بالكثير جدا ان شاء الله يتم الاستقرار على كل الاطراف. كابتن فاروق بس استاذنك نعلي الصوت شويه. تمام يا كابتن. اتفضل يا كابتن. بقول لحضرتك طبعا من الطبيعي طبعا بعد النجاحات اللي الحكام المصريين بيأدوها على المستوى الدولي فيكون طبيعي طبعا يكون حكام مصريين في كاس السوبر، وزي ما قلنا قبل كده دي فرق مصريه، من الطبيعي اللي يحكموا لها حكام مصريين. اكيد. طيب المباريات بالكامل يعني في الملعب وفي تقنيه الفيديو كلها حكام مصريين، ولا ممكن يتم الاستعانه بالحكام من الامارات؟ لا ان شاء الله كلها حكام مصريين كلهم. طيب هل هيتم الاستقرار على حكام دوليين، ولا ممكن يتم الاستعانه بحكام من الدرجه الاولى اللي بيديروا حتى في الدوري المصري؟ لا يعني لسه لغايه دلوقتي برضه، يعني خلينا نقول ان احنا لسه خلال الاسبوع القادم هنستقر يعني، وكل حكام مصر مرشحه بقوه يعني، سواء الدوليين او الحكام اللي بيقدموا بشكل رائع في الدوري الممتاز. طيب هو من المفترض كم طاقم يسافر؟ يعني لكم؟ اعتقد هم ثلاث مباريات، فكم طاقم هيسافر؟ ثلاث طواقم ولا ممكن يبقى في طاقم احتياطي زياده؟ هم اربع مباريات مش ثلاث. اربع مباريات اقصد. اربع مباريات. برضه يا كابتن لغايه دلوقتي ما استقرناش على العدد بالظبط، يعني هل هيكونوا كلهم كل طاقم لوحده، او هيكون في ناس هتكون موجوده هنا او هنا، كل الكلام ده ان شاء الله هنروح له في الاجتماع القادم ان شاء الله. باذن الله. في اجتماع تاني هتحددوا فيه التفاصيل دي ولا لسه شويه على الميعاد؟ لا لا هيكون في اجتماع تاني ان شاء الله. لكن قرار نهائي حكام البطوله بالكامل من مصر ان شاء الله يا كابتن. طيب عايز اعرف تعليقك وتعليق اللجنه على فكره اختيار، يعني بنتكلم في خمس طواقم حكام من مصر لاداره مباريات في دوري الابطال. الكابتن محمد عادل كان بيدير مباراه الترجي والنجم الساحلي، عنده مباراه على فكره كمان في الجوله الرابعه اعتقد ما بين اسك واحد الفرق، يعني عنده مباراه مع جالاكسي واسك ميموزا. كابتن محمد معروف كان بيدير مباراه سيمبا واسك، والكابتن امين عمر عنده مباراه اسك وجالاكسي في الفتره اللي جايه، يعني الاختيارات دي برضو اللجنه شايفاها ازاي يا كابتن فاروق؟ وبرضو استكمالا لكلامك برضو يا كابتن، الفتره السابقه كان عندنا ثلاث حكام بيديروا ثلاث ماتشات في تصفيات كاس العالم، محمد معروف والبنا وامين عمر، وادوا اداء رائع ثلاث ماتشات، واحنا تابعنا الثلاث ماتشات يعني انجاز للتحكيم المصري خلال هذه الفتره، ما حصلش الكلام ده من فتره كبيره جدا ان يكون هذا العدد وهذا العدد بالكامل وقوتهم كامله. وخليني اقول لك اللي برضه عشان ندي الحق لاصحابه، يمكن مستر بريرا تواصل من فترات مع الاتحاد الافريقي واصر يكون الطاقم كامل بدل ما كان بيروح حكم او حكم ومساعد والكلام ده كله، وده ظهر خلال الفتره السابقه ان الطاقم بالكامل موجود من مصر في كل المباريات. دي معلومة جديدة على فكرة، إن حصل تواصل ما بين فيتور بيريرا مع لجنة حكام إفريقيا بحيث إن الطواقم الحكام اللي من مصر بيتم اختيارهم يكون طاقم بالكامل مساعدين وحكم رابع كمان. تمام. ده خبر جديد أعتقد ما اتقالش قبل كده يا كابتن فاروق. لا 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 ما اتقالش قبل كده، والراجل برضه عمل مجهود كبير جدا يكون الطاقم بالكامل مصري. تمام. طب تعليقك بقى على إدارة محمد معروف ومحمد عادل، يعني شايف نجحوا في إدارة المباراتين اللي أقيمة يوم السبت الماضي؟ بشكل كبير جدا طبعا يا كابتن. طيب جزئية تانية
ويمكن من خلال الاحصاءات اللي عاملينها لمباريات الدوري يا كابتن فاروق، بصينا شفنا في مباريات يمكن الحكام الدوليين هم الحمد لله بيطلبوا في مباراه افريقيا، ولكن ما بين مباراه والتانيه بتبقى في جاب قوي ما بين المباريات اللي بيديروها. يعني مثلا بدون ذكر اسماء، مثلا في حكم ممكن يدير مباراه مثلا من شهر وعلى مدار شهر مش موجود في مباريات الدوري ويتم استدعائه في افريقيا، في بديل او في فرصه ان ممكن لجنه الحكام تواجه فكره ان الحكام الدوليين طبعا ما ينفعش يديروا كل مباريات الدوري، اكيد القاعده اكتر، في عدد من الحكام اكتر مش الدوليين فقط، ولكن عشان تحافظ على الدوليين هل في مساحه ان ممكن الدوليين يحكموا مباريات في مسابقات ادنى، ولا اللجنه مستقره على ان موضوع التصنيف ده مستمر، ولو ان ده ممكن ياثر على الدوليين كمان الفتره الجايه كابتن فاروق، لان هو مساحه المباريات اللي بيديروها مش كتير؟ لا يا كابتن، احنا بس خلينا نتكلم، ما فيش حكام دوليين قعدوا شهر، هو التوقف بس اللي خلانا رحنا لكده، لكن اصلا هتلاقي الدوليين والحكام باستمرار موجودين في الماتشات. يعني خلينا برضو نتكلم، اللي انت في بدايه موسم بتلعب كل الحكام، اكيد في مرحله تانية بتروح ليها بتلاقي بالزبط. الحكام الكبار والحكام الدوليين بيلعبوا باستمرار، لكن ما فيش حكم قعد اكتر من شهر خالص نهائي. لا انا بديك مثال، يعني ممكن اسبوعين ثلاثه، يعني فتره زي كده، لان لما بيطلب في افريقيا هو بقاله فتره ما بيحكمش، بتبقى ممكن الفيتنس، اللياقه الفنيه. لا احنا عاملين حسابنا في الفتره القادمه الحكام الدوليين والمرشحين للبطولات هيكونوا موجودين ان شاء الله بشكل كبير. بشكل كبير جدا. طيب سؤال اخير متعلق ب الحكام اللي اداروا مباراه افريقيا، ممكن يتم الاستعانه بيهم في الاسبوع الجاي في الدوري؟ عندنا مباريات كبيره، بيراميدز والاسماعيلي، الاهلي، سموحه. يعني جات لي معلومه مثلا الكابتن محمد عادل مرشح لاداره مباراه الاهلي وسموحه، هل ده ممكن يبقى بنفس الطاقم اللي ادار مباراه ترجي والنجم يجي يدير مباراه الاهلي وسموحه كتكريم للحكام المصريين اللي نجحوا بشكل كبير في مباراه افريقيا، يخشوا في مباراه الدوري بنفس المجموعه اللي كانوا مع بعض؟ لا خلينا بس نبعد عن التعيينات والكلام ده خالص، لان طبعا ده من اصول اللجنه، لكن طبعا وارد الحكام كلها تكون موجوده بشكل كبير جدا خلال الفتره القادمه ان شاء الله. الفتره اللي جايه. كابتن فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله، وكانت تفاصيل مهمه جدا عشان نتاكد من المعلومات اللي صدرت بخصوص اختيار اطقم حكام مصريه لمباريات كاس السوبر للانديه الابطال. طيب ده جانب مهم جدا مع الكابتن محمد فاروق، وهو كان حريص انه يبعد عن موضوع التعيينات بالتاكيد، واكيد انا اتفق معاه في هذا الشان.